السلام عليكم. إذا نحاولوا في هذا الفيديو هذا نديرو صفحة 28 صفحة 51 من كتاب في رحاب الرياضيات ديال أولى باك علوم تشريبية، الدرس ديال العموميات حول الدولة. أوكي، إذا هنا عطاو لنا واحد جدول التغيرات ديال واحد الدالة اف على المجال ناقص 3 3، وعطاو لنا بعض الحالات على ما كنظن. قالوا لنا فوالا، قالوا لنا من هنا نستخرجوا جدول التغيرات ديال الدالة اش، حيث اش اكس كتساوي ناقص اف دو اكس. وحنا غادي إذا هنا غنستعمل مركب دالتين. اذا في مركب دالتين عندي واحد شروط خصني نكون عارفهم، واحد القاعده خصني نكون. اذا كتكون عندي اف موجه لها داله مع اف معرفه على اي، جي معرفه على جي، بحيث مهما يكون اكس كينتمي ل اي، اف دو اكس تكون كتنتمي لهذا الشيء. صافي، اذا شنو كنعرف؟ اذا كانت عندي اف تزايديه، هذه كنقصد بها تزايديه على اي، دونك هذه قاعده عارفه. جي حتى هي تزايديه على جي، كنقول اف غون جي غون اف تزايديه على اي. عاود نفس الشيء، اذا كانت تناقصيه تناقصية و جي تناقصية، جي غون اف كتكون تزايدية. يعني إلا كانت عند جي و اف نفس الرتابة، فجي غون اف كتكون عندهم تزايدية. دابا إلا كانت مثلا اف تناقصية، وحدة فيهم تناقصية و وحدة تزايدية، جي غون اف راها كتكون تناقصية. اوكي، إلا كانت عندهم رتبتين مختلفين، جي غون اف كتكون تناقصية، كانت عندهم رتبتين نفس الرتبة، جي غون اف كتكون تزايدية. ولكن ردوا البال، هاد الشط راه مهم بزاف. اذا هما عطاو لنا هذا الجدول هذا. الا كتلاحظوا هنا الداله التزايديه من ناقص 3 0، بون كتلاحظوا بان عطاونا الصوره ناقص 1 هي 0. دابا تعرفوا علاش هذه راه مهمه بزاف في واحد الحاله تما، وهنا تناقصيه وهنا تزايديه. اذا حنا هنا غنقلبوا على واحد الداله جي، بحيث تكون عندي اش دو اكس كتساوي جي غون اف ديال اكس. نقول مثلا ليكون اكس ينتمي للمجال ناقص 3 3، غير باش نعرفوا شنو هي اش دو اكس اللي غنحطو. صافي، عفوا، نضع مثلا خصنا هاد اش دو اكس كتساوي جي غون اف ديال اكس. صافي، انا خصني نقلب على هاد جي شنو هي. اوكي مزيان، لدينا جي غون اف ديال اكس، غنوريكم الطريقه، هي جي نتاع اف دو اكس. اوكي، دونك نضع مثلا هاد اف دو اكس هي ايكغاك. لدينا شنو عندي دابا هنا؟ جي ديال جي ديال اف دو اكس كتساوي اش دو اكس. اوكي، دونك جي ديال ايكغاك، حيتاش اف دو اكس هي ايكغاك، شنو هي اش دو اكس؟ هي ناقص اف دو اكس. اذا غتولي عندي هنا جي ايكغاك كتساوي ناقص ايكغاك، ومنه الدالة اللي غنختار هنا جي هي جي دو اكس كتساوي ناقص اكس. صافي، غنختار هاد الدالة هادي. صافي مزيان، اذا هذا تذكير ديال القاعدة اللي عندكم في الدرس، جي دو اكس كتساوي ناقص اكس. اذا غنجي نوضع جدول التغيرات ديال هاد الدالة. لدينا اش كنعرفو؟ ناقص اكس جدول التغيرات ديالها راها تناقصية، ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية راها تناقصية، ما عندناش مشكل هنا. التغيرات ديال جي، دابا غنجيو نستنتجو التغيرات ديال جي غون اف. هنا اكس على المجال ناقص 3 3، هنا جي غون اف التغيرات ديال. اوكي، اذا هذه راها تناقصية على اف. اولا المجال من ناقص 3 ل 0 كي دايره الداله ديالنا تزايديه، تزايديه مزيان. شنو هي الصوره ديال هذا المجال؟ هو هذا المجال ناقص 2 3، وكي دايره جي على هذا المجال ناقص 2 3، مجال ناقص 2، مثلا غتجينا هنا ناقص 2 هنا 3، كي دايره هي تناقصيه على اف كامله، وبالتالي راها تناقصيه على هذا المجال، تناقصيه. اذا تزايديه تناقصيه غتولي تجينا هنا
دونك من هنا لزيرو كاين زيرو واحد زيرو كتكون تناقصية. اوكي مزيان، شنو عاود ثاني؟ المجال زيرو جوج كي دايره اف تناقصية، وشنو هي الصورة ديالو؟ هي ثلاثة واحد واحد ثلاثة، وكي دايره الدالة الجر على هذا المجال واحد ثلاثة، مثلا واحد ثلاثة غيجينا هنا كي دايره هي تناقصية. إذا تناقصية تناقصية تولي تعطيني تزايدية من زيرو لجوج. بالنسبة للمجال واحد ربعة، عفوا المجال جوج ثلاثة، كي دايره الدالة ديالنا تزايدية والصورة ديالو هو واحد ربعة، وكي دايره الدالة على هذا المجال شنو هي هاد الصورة ديال واحد ربعة اللي كنقول لكم الصورة؟ هي هذاك الشرط اللي قلنا مهما يكون إكس كينتمي لإي، إف دو إكس خصها تكون كتنتمي لجي. دونك هانتوما ما يكون اكس كينتمي لجوج ثلاثة، اف دو اكس كاينه في واحد اربعه، و اف دو اكس و جي دو اكس كي دايره على المجال واحد اربعه راها تناقصيه. صافي، اذا هنا بالنسبه للمجال واحد اربعه الداله ديالنا تناقصيه، وبالتالي راه غتجينا هنا هذه تناقصيه. مزيان، مازال ما ساليناش، خصنا نحسبوا هادو. اذا اش غتكون عندي هنا الجيرون اف هي اش، صافي هو اش، هذا هو التغيير ديال اش. اذا شنو هما بالنسبه للتغيرات؟ سالينا الصوره ديال ناقص 3، شنو هي اش ديال ناقص 3؟ اش ديال ناقص 3 هي ناقص، هانتوما اش ديال ناقص 3 هي ناقص اف ديال ناقص 3. اب هذه سهله، اللي هي شنو هي اف ديال ناقص 3؟ هي ناقص 2، اذا غتولي تعطينا ناقص ناقص هي زائد 2. اش زيرو شنو هي؟ هي ناقص اف صفر، هي ناقص اف صفر شحال هي؟ هي 3، اذا غتجينا ناقص 3. جوج عاود ثاني، اذا غنكملو بنفس الطريقه. الصوره جوج، الصوره جوج هنا واحد ومع هاد الناقص هي ناقص واحد. الصوره ديال 3 4 ومع هاد الناقص هي ناقص 4، وما نساوش الصوره ديال ناقص واحد، الصوره ديال ناقص واحد زيرو ومع الناقص غتبقى دائما هي صفر. اوكي، هذا فيما يخص المثال الاول. غندوزو دابا المثال الثاني، حتى هو سهل. غنمشيو بنفس الطريقه. المثال الثاني عندنا اف دو جي دو اكس، جي دو اكس كتساوي اف دو اكس زائد 3. اوكي، اف دو اكس زائد 3، هذا المثال الثاني. اذا عاود ثاني غنقلبوا على شي داله جي او لا اش، يعني خصنا نقلبوا على واحد الداله اش بحيث تكون عندي جي غون جي كتساوي اش غون اف. صافي، اش غون اف. غنمشيو بنفس الطريقه اللي درت قبيله، وغنلقاو في التالي نضع، غنلقاو في التالي نضع اش دو اكس، هذه غنعوضها باكس، غتجيني هي اكس زائد 3. الى حسبنا اش غون اف، هانتوما اش غون اف ديال اكس شنو هي؟ هي اش، اش نتاع اف دو اكس اللي هي اف دو اكس زائد 3. صافي، هي دونك ساهل، غديرو بحال الطريقه ديال قبيله وغتلقاوها اللي درنا في السؤال الاول. مزيان، اذا غنجي نوضع دابا جدول التغيرات ديال هذه على ار كامل. هانتوما موان لانفيني بلوس لانفيني، هنا اش هنا اكس، كي داير هادي تآلفية. دونك هنا هاد العدد اللي عندي هنا موجب، مادام راه موجب دونك الدالة كاملة راها تزايدية. صافي، الدالة راها تزايدية. إذا غنجي ونستنتجو اكس ناقص ما لا نهاية لا عفوا ناقص 3 3 تغيرات ديال الدالة جي. الدالة جي شنو هي دابا؟ الدالة جي هي اش غون اف، الدالة جي هي اش غون اف، إلا حنا راه حسبناها هنا قبل اش غون اف هي جي. مزيان، إذا غنمشيو من ناقص 3 لزيرو. صافي، من ناقص 3 لزيرو كي دايرة الدالة ديالنا؟ تزايدية، وهنا مثلا ها هي ناقص 3 عفوا الصورة ديال ناقص 3 0 هي ناقص 2، من ناقص 2 ل 0 ها هي كي دايره تزايدية، دونك كتبقى لنا هنا تزايدية. مزيان، من 0 ل 2 كي دايره الدالة ديالنا؟ تناقصية، وهنا 3
مثلا 3 1 ها انتما 1 3 كي دايره الداله دائما تزايديه، اذا غتحافظ على الرتبه ديالها تكون تناقصيه. كتبقى لنا اخر وحده من جوج لثلاثه كي دايره الداله تزايديه، صافي. والصوره ديال هذا المجال هو 1 4 صافي، الصوره ديال 1 4 والداله اش كي دايره على المجال 1 4 تزايديه، اذا غتبقى هذه تزايديه صافي تزايديه. دونك غنجيو نعمرو عاوتاني هادو. الا جينا نحسبو جي ديال ناقص 3 هي اف ديال ناقص 3 هي ناقص 2 زائد 3 اللي هي 1. هنا الصوره ديال ناقص 1 0 زائد 3 هي 3. الصوره ديال 0 اذا شنو عندي الصوره هي اف ديال 0 اللي هي 3 زائد 3 هي 6. الصوره ديال 2 2 شنو هي 1 زائد 3 هي 4. وهنا عندي هنا 4 4 زائد 3 هي 7. اوكي 4 زائد 3 هي 7. هذا فيما يخص المثال الثاني. بالنسبه للمثال الثالث هو اللي فيه واحد هنا دار نعرفوا على شيء. المثال الثالث عندنا جو بونس دايرين تما U دو X إيكال U دو X تساوي F ديال X الكل أس إثنان. إذا غنجيو مثلا غنوضعو نضع بحال الطريقة ديال قبيلة، هادي غتولي نضع مثلا واحد جي دو إكس كتساوي هي إكس أس إثنان صافي. هانتوما إلا حسبنا دابا إذا جيرون إف ديال إكس كتساوي هي جي ديال إف دو إكس. شنو هي جي ديال إف دو إكس؟ إذا عندي هنا إكس، عفوا عندي هنا إكس عندي هنا إكس، دابا عندي هنا إف دو إكس غتولي عندي هنا هي إف دو إكس الكل أس إثنان هي يو دو إكس صافي. ومن هو غنلاحظ باللي جي أو كتساوي جيرون إف. مزيان غنجيو نوضعو التغيرات جدول التغيرات ديال الدالة جي. هنا التغيرات ديال الدالة جي، إذا هادي التغيرات ديالها باين كتنعاد من عندنا في زيرو. إذا كي كتكون هنا تناقصية، هادشي راه هضرنا في جدع مشترك، تناقصية وهنا كتكون تزايدية. الصورة ديال صفر هي صفر، أوكي الصورة ديال صفر هي صفر. دابا الإشكال هنا هو غنجيو نحددو، هنا اللي خصنا نردو البال. ما تنساوش راه قبيله قلنا هادوك المجالات إي و جي، راه قلنا مهما يكون إكس كينتمي لإي خص إف دو إكس تكون كتنتمي لجي. وعاد كنشوف إف تزايدية على هذا، جي تزايدية على هذا، غادي خصنا نردو البال. دونك نحاول سنوصلو لها ولا هنا إكس ناقص 3 3. هنا التغيرات ديال U اللي هي جي، هما التغيرات ديال جيرون. إذا من ناقص 3 لناقص 1 واش مثلا غنقول من ناقص 3 لناقص 1 كي دايرة الدالة؟ تزايدية. الدالة ديالنا تزايدية. وشنو هي الصورة ديال هذا المجال؟ هي ناقص 2 صفر. فين كاين ناقص 2 صفر؟ هنا. علاش مثلا ما نقدروش نقولوا من ناقص 2 صفر من ناقص 3 ل 0؟ لا، علاش؟ حيت شوف من ناقص 3 ل 0 شنو هي الصورة ديالو؟ غتجينا هنايا ناقص 2 3. وهنا واش الدالة عندها نفس الرتبة في هذا المجال؟ هنا راها تناقصية وهنا راها تزايدية، دونك خصنا نقسموا المجال ديالو. وبالتالي غنمشي نخدم على المجال ناقص 2 0 ابعد ناقص 3 1. الدالة ديالنا تزايدية اوكي. وكي دايره الجي على هذا المجال اللي هو ناقص 2 0 تناقصية، تزايدية تناقصية كتعطي لنا الدالة غتكون تناقصية. مزيان غندوز دابا من المجال ناقص 1 0. المجال ناقص 1 0 كي دايره الدالة ديالنا؟ تزايدية. وشنو هي الصورة ديال المجال ده؟ ناقص 1 0 هو 0 3. وكي دايره الدالة ديالنا؟ ها هو هذا الشرط. وشنو هي الصورة ديال المجال 0 3 كي دايره الدالة ديالنا؟ راها تزايدية. وبالتالي تزايدية مع تزايدية غتعطي لنا تزايدية اوكي.
حيتاش لو كان مشينا بنفس البرانس بنفس الطريقه هنا راه غتولي تخرجنا هذه تناقصيه هذه تزايد تخرج تناقصيه. لا ما يمكنش. مزيان دابا غنكملوا على المجال 0 2 الداله على المجال 0 2 كي دايره تناقصيه و3 1 3 فين جاي مثلا هذا هو 1 3 1 3 راها تزايديه اذا تزايديه مع تناقصيه راها تناقصيه. مزيان المجال 2 3 شنو عندنا تزايديه وفين جاي 1 4 مثلا 1 4 هو هذا كي دايره الداله ديالنا تزايديه اذا تزايديه مع تزايديه حطينا تزايد اوكي دونك بقى لنا نعمرو دابا هادو اللي عندنا هنا صافي. اذا الصوره ديالنا قيس 3 شنو قلنا هي اف دو اكس شنو عطينا اصلا هي اف دو اكس او كاري اذا هي ناقص 2 او كاري اللي هي 4 ناقص 1 شنو هي هي اف دو اكس دونك 0 او كاري هي 0 3 او كاري هي تساوي 1 اس 2 هي 1 4 اس 2 هي 16 هذا هو جدول التغيرات ديال الداله ديال وعندنا اخر مثال المثال الرابع والاخير اللي هو ناقص في دو اكس في دو اكس كتساوي ناقص اف دو اكس زائد 3 اذا نضع مثلا جي دو اكس ايغال ناقص اكس زائد 3 اذا غنلقى باللي في كتساوي جيرون جيرون اف صافي راه بنفس الطريقه اللي درنا مسبقا غنجي دابا نحط غنجي نحط جدول التغيرات ديالي ديال الداله جي ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه هنا اكس هنا هنا جدول التغيرات ديال الداله جي عندي هذه داله تالفيه معاملها سالب وبالتالي راها تناقصيه اوكي اذا الى بغيت الداله جدول التغيرات ناقص 3 3 ديال او كيساوي عفوا جي في كتساوي جيرون اف في كتساوي جيرون اف هذه راه تناقصيه كامله دونك ما كتصيرش ايش التغيرات ديالها اذا على المجال ناقص 3 0 تزايديه وكي دايره الداله على ناقص 2 3 راها تناقصيه وبالتالي غتكون عندنا هنا تناقصيه حد 0 هنا تناقصيه مع تناقصيه غتولي تزايديه وهنا غتكون تناقصيه سهله هذه اذا الصوره ديال ناقص 3 شنو عندي ناقص اف دو اكس زائد 3 ناقص 2 زائد 3 شحال هي هي 1 دونك الصوره ناقص 1 هنا سيناها اذا ناقص ناقص 0 زائد 3 خلي اوكي دونك هنا ناقص اف دو اكس هنا صار دو البال ناقص اف دو اكس شحال هي اف دو اكس هي ناقص 2 مع هذا الناقص هي 2 2 زائد 3 هي 5 هنا 0 زائد 3 هي 3 هنا ناقص هذه ناقص 3 زائد 3 هي 0 بالنسبه ل 2 ياك عندنا ناقص هذه ناقص 1 زائد 3 هي 2 وعندي هنا ناقص 4 زائد 3 هي ناقص 1 اوكي وهذا هو جدول التغيرات ديال الداله والنهايه ديال الحل التمرين.